استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الرابعة تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية، انطلاقا من دور مصر الرائد في دعم وتعزيز المشاركة الشبابية والدفع بالشباب بعد تأهيلهم في المناصب القيادية. هؤلاء الشباب من 58 دولة من كل قارات العالم أتاحت الداخلية لهم الفرصة للقيام بجولة داخل الأكاديمية، بدأتها بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، وتعرفوا على مساهماته العلمية والتدريبية في دعم وتدريب الكوادر الأمنية من مختلف الدول، وكذا كلية الدراسات العليا وإسهاماتها الفعالة في تمكين الضباط المصريين والوافدين من استكمال دراستهم العليا. شباب بتبقى منبهرة بالزيارة للأكاديمية على مدى السنوات اللي احنا شفناها قبل كده، بيأثر فيهم بشكل كبير ان هم بيلاقوا ان الدارسين في الدراسات العليا من دول أفريقية ودول غربية كتير جدا، فدي بيعرفوا قد ايه ان الصرح دوت بيساهم وبيشارك بشكل كبير في المجال الشرطي والقانوني على مستوى العالم كله. I'm really impressed by this huge institution. I now could understand why the safety and security in Egypt is so high. I'm really pleased to be here, and today we are visiting the police academy, which that shows how the structure, how it works, and it's important information for my country that I will bring. وشاهد الوفد إمكانات المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، ودوره في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية للمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية. And the most magnificent services that they do for the Egyptians, for the region and for the continent of Africa and also for the world. الشباب اللي موجود من الدول الأفريقية بصراحة كانوا يعني متحمسين جدا، انبهروا بالإمكانيات الموجودة في أكاديمية الشرطة، الخدمات اللي بتتقدم للجمهور وللشعب المصري والعربي والأفريقي في تواجدهم أثناء تواجدهم داخل مصر. I really thank you all for this event and I'm really happy to stay here. انتقل الشباب خلال جولتهم إلى كلية الشرطة، حيث شاهدوا ما تتمتع به من إمكانات تدريبية وتعليمية تشهد عليها العروض التي قدمها طلبة الكلية للحضور في ميادين التدريب المتطورة داخل الكلية. استعرضوا خلالها مهاراتهم القتالية المتنوعة ولياقتهم البدنية وكيفية محاكاة المواقف الأمنية وبمهارة كبيرة، كذا تدريباتهم في ميادين التدريب الأمني الفني على التخصص الوظيفي. تجربة جدا عظيمة من حيث الإدارة المؤسسية، التنظيم، قوة العرض اللي شفناه اليوم بدل على شيء مؤسس بدقة. حقيقة أنه كان شيء ممتاز ورائع وبمستوى عالي من الاحترافية. نتمنى أن تعمل جميع الدول في المنطقة بهذه الميادين. The course this term here are really rare. I mean, they give a lot of opportunities for young people in Egypt to provide them enough knowledge, skills to develop their career. حبيت كتير التدريبات والتعليمات اللي هن عم يعملوها للشرطة والاستراتيجيات اللي هن عم يعملوها للتنمية المستدامة، فهيدا كتير بحب تلاقي الاستراتيجيات هاي تنعمل بلبنان وناخد من تطبيقات مصر ونحطها بلبنان، لأن احنا لازم كدول عربية نشد إيدينا على بعض. يسعدنا اليوم بزيارة هذا المقر، وكل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الأكاديمية على حسن الاستقبال وحسن التقديم. وشاهد الوفد عروضا متميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والمستخدمة في بعض المهام الأمنية. الأشياء التي موجودة هنا تعبر عن رؤية قيادة حكيمة واستراتيجية أمنية واضحة يشارك فيها رجال الأمن في مجالات مختلفة، منها علمية واجتماعية وثقافية. تدريب قوي جدا، تالنتد جدا، مش موجود في حتة غير في مصر، يعني حتى على مستوى إفريقيا زمايلنا الأفارقة هنا منبهرين بالمواضيع دي. دور أمني متميز لأكاديمية الشرطة تؤكده الزيارات الدولية المتواصلة لهذا الصرح، الذي لا يقتصر دوره على إعداد الكوادر الأمنية على المستوى المحلي، بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.